بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أكبر تكرار لاسم الجلالة الله في آية من آيات القرآن هو 7 مرات، ولا نجد هذا إلا في آية واحدة وهي الآية 20 والأخيرة من سورة المزمل. كما تلاحظون فلدينا 7 مرات نجد فيها اسم الله. لنتأمل الآن حروف اسم الجلالة مع الترتيب الهجائي. لدينا الألف، ترتيبه 1، اللام 23، اللام 23 والهاء 26. مجموع هذه التراتيب الهجائية يعطينا 73، و73 هو أيضا رقم سورة المزمل، حيث نجد الآية التي ورد بها أعلى تكرار لاسم الجلالة الله سبحان الله. فكما رأينا فسورة المزمل ترتيبها 73 وعدد آياتها 20 آية. 73 ناقص 20 يساوي 53. وفي القرآن سورة واحدة عدد آياتها 53 آية، إنها سورة الشورى، رقمها 42 وعدد آياتها 53 آية. الأعجب إذا أحصينا الصور من نهاية القرآن وابتداء من سورة الناس، فسورة الشورى هي السورة التي ترتيبها 73. الأعجب مجموع أرقام السورتين 73 زائد 42 يساوي 115، و115 يساوي 23 في 5، والله أنزل القرآن في 23 سنة وجعل أركان الإسلام 5. سبحان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.